انت جيت يا دودار؟ محاسن، بس خليك انت حبيبتي نايمه مستريح. ايه ريحه البرفان معبقه الاوضه دي؟ ده نوع جديد جالنا، قلت اجربه يعني. وهو اللي يجرب حاجه يغرق نفسه بالشكل ده؟ ما غرقتش نفسه على حاجه، هو بس كمنه نوع ممتاز فتلاقيه نفاذ شويه. ايه ده؟ استنى استنى استنى، تعالى وريني. ايه القميص الغريب اللي انت لابسه ده؟ ده اصلي جات لنا مجموعه حاجات جديده كده، فقلت اجربهم. يا سلام، طب اقلع الجاكيت وفردني. لا ده انت هتنبسط منه جدا. الله ما شاء الله، حرير خالص يا محاسن، تعرفي سعره هايل. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده يا دودار؟ ايه في ايه؟ ماله؟ كويس اهو. انت لابس فانيلا من غيركم؟ فانيلا قط يا دودار؟ اصلي برضو لما جت كل مجموعه الحاجات دي، انا بقى بصفتي رئيس مجلس الاداره، فقالوا لازم تجرب يا دودار بيه، فجربت الفانيلا. وقلعتها فين؟ قلعتها عند مين؟ طب بالراحه ما تزعقيش. لا ده انا هزعق وهلم الدنيا كلها. قلعت هدومك فين يا دودار؟ محاسن مش كده، العيال تصحى. انا عايزاهم يصحوا، عايزاهم يسمعوا، عايزاهم يشوفوا ابوهم ويشهدوا عليه. محاسن كان مستخبي فين ده كله بس يا راجل؟ انت هتهلطم؟ هتكروتني عشان ما اعرفش الحقيقه فين؟ حقيقه ايه بس؟ حقيقه هدومك اللي انت مغيرها دي، قلعتها عند مين؟ ومين اللي غرقك بالبرفان بالشكل ده؟ طب ممكن بس نتفاهم بالهداوة؟ هداوة؟ هي بقى فيها هداوة؟ ده انت مش عامل لي اي حساب. طب لايمها شوية، مغير هدومك من فوقك لتحتك وجاي ولا عامل لي حساب؟ والله العظيم، والله ومليك عليا يمين، انا مظلوم. انت مظلوم؟ ده شكل مظلوم ده؟ طب قلعتهم فين؟ هدومك اللي كنت لابسها قلعتها فين؟ اديني فرصة وانا اقول لك كل حاجة بصراحة. انا وانا قاعد على المكتب كوباية العصير اتدلقت على القميص، حتى في نقطة على الجاكيت اهي. وريني اهي فين. اهي اهي وريني أهي. فين؟ اهي برا اهي. ايه ده؟ صدقتي منديل حريمي يا دودار؟ جبته منين؟ طلعني. انت اتجننتي؟ طلعني طلعني طلعني. في ايه يا بابا؟ بتزعقوا ليه؟ مالك يا ماما؟ ازعل ابوك. ايه اللي حصل بس يا بابا؟ مفيش حاجه عادل، ارجوك ما تتدخلش بينا. لا لا لا. طب اهدي بس، اهدي يا ماما. مش ههدي لما يقول لك عمل ايه. ارجوك يا بابا تقول لي ايه اللي حصل. مفيش حاجه، هي ماما عصبيه ومتوتره حبتين. من ايه؟ متوترة من ايه؟ عصبية من ايه؟ تقول انت ولا اقول انا؟ هدومك اللي قلعتها فين يا دودار؟ هدوم ايه دي يا بابا؟ بابا هدوم ايه دي؟ هدوم اللي كنت في ال... والله ما انا قاعد في البيت دقيقة واحدة. بابا جيب لي شوكولاتة يا بلاش يا ولا، اللي الشوكولاتة ساحت راحت مطرح ما راحت، كل البنات ارتاحت وانا عايزة شوكولاتة. صباح الخير يا احمد باهي. صباح النور. انت لو كنت مستني بابا، بابا خلاص مشي. خير الله ما جعله خير. هو البيه نزل بدري ولا ايه؟ من بدري قوي، من امبارح بالليل. يعني امشي انا؟ اتفضل اتفضل انت. طب سلام عليكم يا احمد بيه. مع السلامه. ابوك راح فين يا ولد؟
اصل ظهر البليه مشي في ايديه قوي وماما بتغير عليه قوي. الله 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 الله، او خليه يريحكم يوم ولا اتنين يلا. ايوه عشان الواحد يشم نفس شويه. بقولك ايه، احنا هنروح فين دلوقتي؟ تعالى ندخل سينما حالا دلوقتي. سينما برضو؟ يلا بينا. اصل مغاوري، اصل مغاوري تعالى. ايوه يا بيه، تعالى اصل مغاوري. ايوه يا بيه، ايوه يا بيه، ايوه يا بيه، خير؟ ايوه يا بيه. تعالى وصلنا عشان هنروح نساكن عند واحد صاحبي. ايوه بس البيلة وجو سأل عليا. اصل مغاوري ما تردش عليا، اقول للبابا اللي انت بتقول الشوكولاته. والله بسرعه اصل مغاوري. حاضر يا بيه. حاضر حاضر يا بيه. الو، اهلا يا فندم. صباح الخير، بتتكلم منين؟ معقوله؟ لا، حصلت لي ظروف كده، يعني حاجات خارجه عن ارادتي. لما اشوفك هبقى احكي لك عليها. لما اشوفك يا انجي، لا الاجتماع ده مش هحضره. اجليه بكره يا ستي، ما يجراش حاجه. انا ما نمتش طول الليل وسهران. السواق طبعا راح البيت. طيب لما يرجع يا ريت يجي لي هنا. عايز يجيب لي شويه حاجات. هاتي ورقه وقلم واكتبي كشف بالطلبات اللي انا عايزها. ايوه يا فندم، حاضر. بيجامه وطقم داخلي. ايوه عارفه المقاسات. اللي عملتيه ده غلط. يعني كنت عايزاني اسكت له ولا ايه؟ الست العقلة في المواقف اللي زي ديت لازم تسامح وتفوت. وفوت عشان ايه؟ فهميني بقى، افوت عشان ايه؟ يا بنتي كان لازم تلايميها حبتين علشان ما يسوقش فيها. الايمها بعد اللي عمله ده؟ يا عبيطة يا عبيطة، اسمعي كلامي. ده مهما كان جوزك، ابو عيالك، وانت ما تقدريش تستغنى عنه، وهو كمان ما يقدرش يستغنى عنك. او استغنى، استغنى خالص كمان. وما دام باعني بالشكل ده يبقى لا جوزي ولا اعرفه. ما دام غيرتي عليه تبقى بتحبيه. انا بحبه ولا بقبله كمان. ايه؟ طب عيني في عينك كده؟ ده بيخني عينيات. يا اختي بلا هم. نفسي اعرفها، نفسي اشوفها شكلها ايه اللي خدته مني دي. وديكي زعلتيه وغضبتيه لحد ما خليتيه يروح لها برجليه. يروح لها، يشبعوا بعض. طب وبنتك دي اللي هتتجوز بعد كام يوم، ذنبها ايه؟ عايزة تقعديها جنبك علشان خاطر خناقة بينك وبين جوزك ولا ايه؟ متغاظة يا عنايات، مفروسة حطق. برضو كان لازم تستحملي شوية عشان خاطر عيالك يا محاسن. وبعد ما استحمل يرجع هو بس البيت، وبعد كده اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون. نو، ماما بتقول لبابا طلقني. معقول؟ ما تقلقيش يا نيفي، ده كلام وقت الزعل بس. امال ايه الحكايه بالظبط؟ مفيش اي حاجه. انت ليه خايفه كده؟ انت فاكراني عيله صغيره ولا ايه؟ انا عارفه كل حاجه وفاهمه كويس هما زعلانين مع بعض ليه. يعني كان لازم على بخت انا يتخانقوا دلوقتي؟ لازم بابا يسيب البيت في الظروف دي؟ تفتكري بابا ممكن يعمل حاجه زي كده؟ مش لازم جلال يحس بالكارثه اللي احنا فيها. ده وقت خناق. معلش انا هروح له المكتب وصالحه، ما تخافيش. انا المفروض ماما هي اللي تروح له يا عادل مش انت. ما هي خالتك كمان غلطتها. اللي ما كانت بتغير عليه وهم لسه صغيرين، جايه تغير عليه دلوقتي في السن ده. جيت للحق بقى، هي مش غيرانه عليه، هي غيرانه منه. الظاهر ان قعده ماما في البيت سببت لها مركب نقص، وده خلاها تفتعل الخناقات معاه. بيتهيالها ان الخناق ممكن يجيب نتيجه كويسه معاه، لكن العكس هو الصحيح طبعا. عشان كده انا بشجع جدا مشروع المصنع بتاعها ده، لانه هيملى عليها حياتها ويخليها تخرج من حاله الفراغ اللي هي فيه. مين؟ انا يا ست. ايوه حاضر حاضر. اتفضل يا احمد. اهلا وسهلا. صباح الخير يا انا. صباح النور يا حبيبي.
ازيك وزي ماما واخواتك يا حبيبي؟ الحمد لله. ادعينا انا كله على الله يا ابني. هو علاء راح الكليه؟ لا يا حبيبي، علاء نايم جوه. طب اعمل لنا الشاي عشان هنذاكر شويه. عينيا عينيا يا علاء. علاء اصحى بقى. اصحى علاء يا اخي، سيب ده نام شويه بقى يا جدع. قوم، ما تبقاش خم نوم كده. يوه، الساعه كام دلوقتي؟ الساعه واحدة. قوم بقى. ده لعبت كتير قوي النهارده. احمد معايا برضه. احمد مين؟ احمد العنتيل. احمد العنتيل، كانت سهره حلوه قوي واحنا قاعدين بقى. خلص السهره واحنا قاعدين. ما اتصلتش بيها ليه يا اخي؟ مش عارف، ما تقولش حاجه. ربنا يهديكم ويجعل سنه سعيده عليكم. من بقك لباب السماء يا احلى ست في الدنيا. ان شاء الله بعون الله السنه دي ناجحين، واخدين الشهاده اللي مغلباكوا دهيت. طيب يا ست، يا ريت تاخدي الباب وراكي لو سمحت. بحق غربه ابوكوا وامكوا، يبيض وشكم وما يخيب ظنكم ابدا يا رب العالمين. امين. ربنا يخليك يا انا. عندي صنف بقى ايه هيعجبكم قوي. برشام برضو يا رايق. نهار اسود، اتسرقنا يا جدعان. يا جدعان، تبطل حركات النص كم بتاعتك دي. حياه شرفك عندي كان فيه هنا برشامتين. الله، هيروحوا فين يعني؟ اسال نفسك يا حرامي يا نصاب. يلا اطلع بيهم قبل ما اطلع روحك. يا اخي ما خدتهمش، وسيب بقى احسن ما تشد المسكه دي. لا اخدتهم وطلعها. يا جماعه مش كده، هتتخانقوا مع بعض ليه بس؟ اهدوا يا جماعه، اهدوا بس. ستو تسمع، انتوا اخويا. خليه يطلع البرشامتين، تمنهم 10 جنيه، انا مش متنازل عنهم. يا اخي ما خدتهمش، انا بقول لك ايه، انت ما بتفهمش. طلع البرشامتين بقول لك، احسن لك دلوقتي حالا. ده نهار اسود، ده نهار اسود كده. انا تسمع. هي يا ولاد، في يا ولاد، هي دي المذاكره بالذكوه يا فالحين. ان ما بعت لابوك قلت له على كل حاجه؟ خليه يجيب الحاجه اللي سرقها مني الحرامي ده. حاجه ايه؟ كان فيه هنا برشامتين، الحبوب بتاعت الدواء. يضحك، ظلمته، انا اللي خدتهم. ايه؟ اخدتيهم؟ ايوه حبيبي، كان الدماغ بتوجعني، قعدت ادعبس لغايه ما لقيت البرشام ده، رحت بلعاهم بشويه ميه. الاتنين مره واحده يا ستو؟ وما ادريش بنفسي، ونمت نوم، انما قمت لقيت جسمي كده بيوجعني. ايوه ستو، بس يعني حضرتك كويسه دلوقتي؟ كويسه قوي يا ابني. قولوا لي يا اولاد، البرشام ده منين عشان ابعت اجيب زيه؟ سعادتك تؤمر بحاجه؟ متشكر يا مغاوري. تجيني هنا بكره الصبح في نفس الميعاد هنا يا مغاوري، مش في البيت. تحت امرك يا بيه. مع السلامة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لسه الحاجة واصلة دلوقتي. لا، فتحت وشفتها. كل حاجة كاملة ومتكاملة ومش ناقصة حاجة أبدا. أنت بتتكلمي منين؟ وإزاي الحال عندكم؟ أنا؟ أخرج أروح فين؟ وأنا قادر أتحرك؟ ما قلت لك يا إنجل ما نمتش إمبارح طول الليل. اللي يدور عليكي لقيت ما أكلتش من الصبح. طب اسمع، عندك مطعم بيعمل فيليه مشوي جامد، اطلب لك واحد شوربه وسلطه وكل الفيليه بالهنا والشفا. طيب واخد لك بقى حمام دافي كده وادخل نام على طول. اوعى تولع التكييف، انا عارفه التكييف متعب ازاي. طيب لو احتجت اي حاجه انا في المكتب، كلمني على طول. ها، انا قبل ما هنزل هتصل عشان اطمن عليك. مع السلامه. طيب، مع السلامه يا انجي. مع السلامه.
الصباح؟ نعم. انا هرجع بعد نص ساعه. ها استلم البضاعه وارصها مع البنات يا مدام. لا لا حطيها في المخزن بس يا فندم. اصل حطيها في المخزن بس. حاضر يا فندم. جيجي ويه بقول لك ايه، المانيكينات مش عاجباني خالص، غيري الهدوم دي. ازاي يا مدام؟ دول زي ما حضرتك طالبه بالظبط. معلش غيريهم برضو. حاضر تيجي تلاقيهم زي ما حضرتك عايزه. اوكي باي باي. باي. الله انت ماشيه؟ هو البيه ما جاش ولا ايه؟ لا يا سيدي لسه. وما جاش ليه؟ الله هو سواء ما قالش المرسي ولا ايه؟ هو قال حتى بالاماره تبعت له شنطه هدوم على اللوكاب ده اللي هو نازل فيها. طب ما دام عارف بتسال ليه؟ صحيح بسال انا عارف، لكن التفاصيل عندك انت. انا يا سيدي ما اعرفش حاجه، ما عنديش اي تفاصيل. والله انا خايف اصدقك تطلع في النهايه غبي. بقول لك ايه؟ بلاش الذكاوه اللي زياده عن اللزوم دي. الحاجة لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. على العموم أنا مش قلقان، لأن محدش فينا هيقدر يستغنى عن التاني ولا يشتغل من غير التاني. الأغنية دي حفظتها صم. أهلا يا جلال. أهلا. يا ترى بابا هيجي معانا الفيلا ولا لأ؟ البركة في ماما بقى. انا كنت عامل حساب انه يجي معانا علشان ياخد فكره بالمره. ما هو اكيد هيجي يزورنا كتير في فيلتنا. يلا يا محاسن اعملي لك هم. امال الراجل قاعد بره وقلقان. هتجنن يعني. نفسي اعرف مين اللي لايف على دودار. نفسي والله يا محاسن يا اختي. انا عقلي بيودي ويجيب في واحده كده، بس خايفه اقول عليها لكن ظلمها. مين يعني؟ مين اللي بتفكري فيها؟ واحدة يا اختي كده عامله لكم البحر طحينة وفاتحه لكم صدرها بطريقة تخليني أشك فيها. إنجي؟ أيوة إنجي. تقدر تفهميني وتقوليلي هي بتعمل كده علشان إيه؟ معقول؟ دي لو كانت هي تبقى مصيبة. ولا مشروع المصنع اللي احنا بنعمله؟ مشروع المصنع يبقى يا رحمن يا رحيم عليه. لا ده المصيبة الأكبر بقى، العريس اللي قاعد بر مش هي اللي جايباه؟ والله يا محاسن يا اختي انا خلاص مخي ده بقى عامل زي الساقيه الخربانه، عمال يودي ويجيب على الفاضيه والمليانه. لا لا يا عنايات لا، مش ممكن تكون هي ابدا. يا رب يا اختي، يا رب يا اختي ما تكون هي عشان خاطر بنتك الغلبانه. يلا يا ماما، جلال قاعد قلقان ومستني. سالك على باباكي؟ ايوه، وقلت له ان هو مشغول شويه مش فاضي. طب النهارده قلنا له مشغول، المره الجايه هنقول له ايه؟ يعني ايه بقى يا ست ماما؟ انت ناويه تزعلي بابا على طول ولا ايه؟ معلش يا محسن، عشان خاطري وعشان خاطر بنتك الغلبانة دي، على الأقل يا حبيبتي لما العريس يجي مرة تانية يلاقي راجل يقعد معاه. لما يبقى يجي مرة تانية يبقى يحلها ربنا. وبعدين معاكي بقى يا محاسن. الله، والفيلا اللي عايزين يفرجوكوا عليها دي هيفرجوكوا عليها ليه؟ مش عشان خاطر توضبوها وتفرشوها وتجهزوها؟ هي عارفة كويس قوي ان احنا مش هنعرف نتصرف ولا نفرش اي حاجة في الفيلا دي من غير بابا. خليكي بقى مزعلة كده يا ست ماما، ما هو كله هيجي فوق دماغي انا في الاخر. يلا 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 يا اختي. هو زعل منك كده ليه وقلب عليك مره واحده؟ الله يجازي ولاد الحرام بقى يا سعاده البيه. اقعد. هو اصله ودني ولازم تستحمله. على ايه بقى؟ ما خلاص. لا اوعى تقول خلاص، دي انت كويس قوي ولازم تستمر معانا في الشغلانه الجديده دي. يا ريت يا زكي بيه، يا ريت. يا ابني احنا كلنا تعبانين معاه، بس دينا بنستحمل وبنصبر. يا زكي بيه انا ظلمت ظلم بيه. انا عارف كويس. طيب وبعدين؟ ولا بلين، اصبر شويه ان شاء الله ان شاء الله بعون الله ربنا هيقدرني واخلصها لك. زكي بيه ده هيبقى جميل، هشيله فوق راسي طول العمر. انا كمان ما بعتش قرار الغاء وظيفتك، انا خليته عندي، قلت استنى شويه لغايه ما ذوق الجو وتصلح المسائل وفي ساعه صفا ان شاء الله اكلمه يلغي القرار. وانا زكي بيه انا من ايدك دي لايدك دي. طيب مع السلامه، انت روح شوف شغلك وان شاء الله ربنا ييسر امرك. ما نتحرمش منك، ربنا يخليك لينا يا زكي بيه. والله والله انا طول عمري اقول ما فيش غير زكي بيه. عن إذنك سعادتي بيه، عن إذنك.
ما شاء الله فيلا جميله قوي، يجعلها ادم السعد عليها وتعمرها بالذريه الصالحه اللي تملى الفيلا عليها. الحقيقه فيلا تجنن، ما يتقالش فيها تلت التلاته كات. اه بس عايزه لها عفش بقى يليق بيها. على فكره ده ما ينفعهاش عفش جاهز، لازم يتفصل عليها. يا مصيبتي، المفروض اننا نكلم مهندس الديكور عشان يعمل لنا الديزاين بتاع الفيلا. مدام انجي كانت قالت انكم اتفقتوا مع حد بتاع موبيليا. خلاص احنا اي مظبوط. هو دويدار قال لي بس ما لحقتش اخد وقتي معاه في الكلام يعني. ما يلا بقى تعمل لكم همه، خلصونا بقى مستنيين ايه؟ ما احنا ازيك يا عادل؟ انا كويس يا حبيبي. لا انا ما تقلقوش عليا، المهم انتوا عاملين ايه؟ هي جنبك؟ امال راحت فين؟ تفرش الفيلا ازاي في غيابي؟ هتعرف تفرشها من غيري؟ انا مش عارف اعمل معاها ايه. امك متعبه يا عادل، ظلماني يا ابني مش مريحاني. عاجبك انت اللي بتعمله ده؟ راضي عن تصرفاتها؟ قول لها عيب، قول لها عيب، احنا كبرنا ومش صغيرين على الحاجات دي. انا معقوله انا برضو عادل اعمل حاجات زي دي؟ لا مش هقولك انا بتكلم منين. خلاص تعالى لي بكره المكتب. هات اكلمك. اهلا يا نيفين، عامله ايه في المذاكره يا حبيبتي؟ فينا عشان خاطري ما تخليش اللي بيحصل ده ياثر عليكي. اهتم انت بالمذاكره ومالكيش دعوه باي حاجه، عشان خاطري يا فينا. اديني احمد اكلمه. خرج في انهي داهيه ده؟ انا مش قايل انه ما يخرجش غير لما يستاذن. هو حضرتك فين بس يا بابا عشان يستاذن منك؟ هو ما بيخافش من حد غير حضرتك، وطول ما حضرتك مش موجود محدش هيعرف يلمه. تعالى بقى يا بابا وريحنا. هجيلك بكره. حاضر وهجيبهم معايا عشان تشوفهم. حاضر من عينيا. موضوع الموبيليا ده مش عارف هيعملوا فيه ايه. ما طول ما حضرتك سايبنا وزعلان مش معقول يا بابا تسيبنا في وقت زي ده. طيب نيفين معاك ايه؟ ايوه يا بابا انا عايز الفلوس بتاعت المعيدين. لا مش هينفع بابا، حط التليفون. انا قلت لها قالت لي كل ابوك. انا مش هكلمه. يوه ما تعالي بقى المحاسن، خليه عندها يشبع بيها بالذمه. ده كلام كويس يا عادل، انا اطمنت عليكم ولو اني قلقان على اخوك شويه. لا 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 سيبها براحتها. خلي بالك من اخواتك يا عادل، خلي بالك. انت المفروض دلوقتي بقيت راجل للبيت. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة. الو انت فين؟ ايوه يا دويدار بكلمك من تحت. ايوه في اللوبي تحت. وبعدين يا محمود انت هتفضل قاعد كده؟ ما تقوم تدور على دويدار عشان خاطر تصلحه على مراته وترجعه بيته. ندور عليه فين دلوقتي يا عنات؟ بكره بروح له المكتب. تاني هتروح له المكتب؟ معلش المره دي سماح، علشان خاطر نصلحهم مع بعض. ياه ده كان في جره وخرج لبره. ايه ده؟ ده ما صدق ان الدنيا زهزهت له. جره يعني؟ بطلي كلام فارغ يا حبيبتي، انت لسه مصدقه كلام اختك؟ ايوه مصدقاه. وايه رايك بقى ان انا عارفه الست اللي ايه؟
يا ست انت حرام عليكي، بلاش افترى على الراجل ده، ودار ده غلبان. طب اقطع ذراعك، المكانة انجي هي اللي لفاه. عنات يا حبيبتي قولي كلام غير ده. طب ايه رايك بقى ان المنديل الحريمي اللي محاسن لقيته في هدوم جوزها يبقى منديلها، وان ريحه البرفان اللي كانت طالعه مفحفحه منه تبقى ريحه برفانها؟ انا عارفاها كويس قوي ومتاكده منها. حسك عينك إيه؟ تكوني قلت لها حاجه زي دي ولا لمحت لها بحاجه زي دي؟ بيني وبينك انا عرفت وسكت، قلت يا بنتي بلاش تقلبي الدنيا على حاجه ما انتش مالي ايدك منها. ايوه عنات، لازم تعرفي كمان ان انجي دي هي الوحيده اللي بتساعدنا في مشروع المصنع، ويوم ما اختك تشك فيها هتعاندها، وده مش في مصلحتنا وضد مشروع المصنع على طول الخط. يعني ايه نسيبها تلهف في الراجل منها؟ يا ستي ما دام مش متاكده من حاجه مالكيش دعوه. احنا مالناش دعوه بحاجه ما دام مش متاكدين من حاجه. خلينا نشوف مصلحتنا يا عنات، انت طول عمرك كده دايما تنشف اللقمه الطريه. عقلها طار لما اكتشفت ان القميص متغير. انا السبب؟ ولا سبب ولا حاجه، هي قالت يا ما هنا يا ما هناك. الراجل بقى دار على حل شعر ومقطع السمكه وديلها. طب ما قلتلهاش الحقيقه ليه وخلصت؟ هو انا لحقت يا انجي؟ دي نزلت فيا اسئله زي المتريليوز، جابت لي انهيار عصبي وما بقتش عارف اتصرف ازاي. يا حرام، هي ما في الحبس مظاليم. بس بيني وبينك انا مبسوط، اعيش لنفسي يومين. 23 سنه عايش زي الطور اللي شايل الدنيا على دماغه، اعيش لنفسي يومين. ايوه بس انا برضو حاسه بالذنب. لا مش دي الكارثه، الكارثه بقى لقيت المنديل بتاعي اللي كنت بتنضفي بيه العصير في جيب الجاكيت. يا دي المصيبه، دلوقتي تشك فيا؟ لا هي تفكيرها ما جاش ناحيتك خالص، على فكره هي بتثق فيكي جدا وبتحبك قوي. بتشكش فيا ازاي وانا المنديل كان غرقان بارفان، وهي اكيد عارفه البارفان بتاعي. يعني انا غلطان اللي بقولك يا انجي؟ معلش ازعجتك، ما تتضايقيش بقى. المصيبه الاكبر ان دلوقتي في مساء ان انا ارجع لجوزي الاولاني، وطبعا لو عارف حاجه زي كده كل اللي انا عملته هيتهد في ثواني. لا ما تخافيش، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. هو انا حاسه ان لما يحصل لازم اروح لها واحكي لها على كل حاجه عشان ما تظلمنيش. تظلمك مع مين؟ ما خلاص. ترى ايه دويدار؟ انت ليه دايما بتقلل من قيمه نفسك؟ انت هتجامليني يا انجي ولا ايه؟ ميرسي يا ستي على الكومبليمو ده. كومبليمو ده ايه؟ انت الف ست تتمناك. ليت الشباب يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب. اهو المشيب ده احلى حاجه في الراجل، انا شخصيا بحب كده. لا والله طمنتيني على روحي، وانا كنت خلاص فاكر انها بومبا. رايحه فين؟ لا ما انا ما اقدرش اقعد معاك اكتر من كده، خايفه لحد يجي يشوفنا مع بعض. وعلى فكره احنا بعد كده لازم نتقابل في حته بعيد عشان محدش يشوفنا. انا كنت بس جايه اقول لك على حكايه العفش والفرش. لازم ادفع لك الفلوس. خلاص الفلوس انا دفعتها. دفعتيها ازاي؟ دفعتها وخلاص. طب نتحاسب ما بين الخيرين حساب بعدين. بعدين يعني ايه؟ على فكره هما النهارده كانوا بيتفرجوا على الفيلا. عارف. طيب يعني ممكن يفكروا انهم يعدوا عليك. وحد عارف ان احنا هنا؟ انت ناسي ان السواق يعرف مكانك؟ تعال نروح في حته فوق، العفش ده مش ممكن هيروح الفيلا الا لما اعرف اولا ثمنه كام. اهو يا سيدي اديني جايبه لك الفواتير علشان تعرف انا جايباهم منين. الحمد لله، انا كنت متاكد انك انت مش هتشتريهم من عندنا. بكره العفش هيوصل الفيلا. كويس، المجموع 31500 جنيه. دول بقى تعتبرهم هديه مني انها فرح. هديه؟ اسف طبعا. اسف ليه بس؟ اسف ليه؟ حد يقدم هديه بالشكل ده؟ لا كل واحد بدي هديه على حسب ما قدرته يا اخي. لا شوف حكايه الهديه دي يا هانم. ايه هانم دي؟ ما تشيل الالقاب بقى يا دويدار. انجي انا. انت ايه؟ انا ثم انت ايه اللي يجبرك انك تغرمي غرامه بالشكل ده؟ خلاص ابقى ردها لي يوم ما اتجوز. وافرضي ان انا يوم ما تتجوزي مش هيكون في مقدوري ان انا ارد هديه بالقيمه دي،
انت مش معاك 30,000 جنيه؟ خلاص خليهم معاك وشري لي بيهم هدية في أي مناسبة. وانت ايه اللي خليكي بس تعملي كده؟ بحاول أعبر لك عن مشاعري. انت بتتصورش انت غالي عليا قد ايه يا دويدار؟ للدرجات يا انجي؟ كل ده ومش حاسس؟ حاسس والله حاسس. طيب ازاي بقى تكسفني في هدية بسيطة زي دي؟ 31,500 جنيه هدية بسيطة؟ امال لو كبيسة تبقى بكام؟ ايه عملت ايه؟ ما لقيتهوش في المكتب. ليه؟ مخصم المكتب رخر؟ انا خايف عليه قوي. ما تخافش، ما هوش عيل صغير. ماما الناس عايزين يفرشوا الفيلا، وطول ما هو بابا غايب لا هنعرف لا نروح ولا نيجي. انت كل اللي يهمك فرش الفيلا؟ عادل انت بتزعق لاختك ليه؟ ما احنا اصلنا خلاص بقينا مديين، بقينا بندور على مصلحتنا وبس. لا ده انت قصد تقلبها ناقد بقى. كنت فاكر انك هتكوني قلقانه على بابا، زعلانه على بهدلته اللي هو فيها، لكن للاسف كل اللي يهمك فرش الفيلا. وبعدين معاك، ما تسيبنا في حالنا وكفايه اللي احنا فيه بقى. الو، اهلا يا جلال. مبروك العفش وصل. حاجه غريبه قوي، طب جاب العفش ازاي والشيك لسه معايا؟ اكيد بابا اتصرف يا ماما. طب ايه رايكم يا اولاد، مش واجب برضو نروح نشوف العفش؟ ان شاء الله يا ماما ان شاء الله. ماما جلال مبسوط من العفشة قوي. ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدكم. ميرسي يا ماما. أهي يا ماما، أهي العربية بتاعت بابا خارجة أهي. طب اطلعي بسرعة عشان همشي وراه وأعرف هو قاعد فين. يلا. أهي يا ماما العربية مشيت من هنا. أنا وراه وأنا هسيبه. هوا لا نايم. ايه انا صاحي كويس. ها ايه الاخبار؟ انت بتتكلمي منين؟ بتكلم من المكتب. انت ناسي ان في اجتماع النهارده ولا ايه؟ لا قوم بقى فوق وخد دش كده. طب اسمع، انا العربيه هتكون عندك بعد نص ساعه. ايوه جايه لك في السكه. انا ما كنتش عايز انزل النهارده يا انجي. يا ستي ما عنديش استعداد. طيب خلاص خلاص خلاص، هقابلك بعد نص ساعة في الاجتماع. ابعتي لي السواق. مع السلامة. نهى ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بابا؟ انت عرفت طريق ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش يا سي بابا. طب تعال تعال. ماما. هي ماما معاكي؟ ايوه ماما معايا. صباح الخير. خير؟ هيجي لنا منين الخير؟ اعوذ بالله، دي مقابله تقابلني بيها دي؟ سامح بابا ارجوك بلاش تعامل ماما المعامله الجافه دي. دي جايه عشان تعتذر لك وتصالحك. تعتذر لي وتصالحني ولا جايه تظبطني مع الست اللي فاهمه ان انا بخونها معاها؟ دويدار بلاش الكلام اللي يفور الدم ده. بابا خلافاتكم المستمرة دي هي اللي معطلة جوازتي لحد دلوقتي. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ بيتك مفروش 24 قيراط. ايوه يا بابا، بس مش معقولة الدكتورة نوعها تتجوز وباباها مش موجود. اه دي حاجة تانية بقى، العتاب ده توجهيه لماما مش ليا انا، لان هي السبب في اللي حصل. انت هتقلب اللي فات ليه؟ اخذ الشيطان بقى وقوم معانا. مش هاخذ الشيطان يا محاسن. الله، ما خلص بقى حقك عليا. خلاص بقى عليا بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ما بهدلتيني قدام الولد؟ ولد مين؟ مش ابنك؟ يعني مش حد غريب؟ شوف يا محاسن، انا مش هرجع البيت الا لما الاولاد تعرف ان انا بريء من التهم البطله دي. ثانيا انت كمان لازم تفهمي ان انا عمري ما فكرت في واحده تانية غيرك. بابا
من حق ماما تغير عليك برضه. مش الغيرة اللي تودي في داهية دي. خلاص انا مش هرجع البيت يا محاسن الا لما اثبت لكم ان انا بريء. هاخدكم معايا دلوقتي انتوا الاثنين الاداره وهوريكي قد ايه انت كنت غلطانه 100%. ثواني ثواني اغير هدومي. اللي يثبت لي قال والله لما يحلف لي على الميه تجمد ما هصدق. خلاص بقى يا ماما طوعي بقى عشان نخلص. ما انا مطوعه اهو. امال بعمل ده كله ليه؟ مش عشان خاطرك. ميرسي يا ماما. اتفضلوا لو سمحت يا منى. عايز الانسه عائشه من قسم الجاهز ضروري. حاضر يا فندم. اتفضلي يا مدام. خشي يا نو. تعالي. حلو المكتب. حلو المكتب. حضرتك جايه تهني ولا جايه تحققي؟ امك السكر زاد عندها خلى اعصابها باظت. وبعدين بقى؟ بقول بعدين ولا قبلين؟ اهو. اتفضلي يا مدام. القميص اهو. اتفضلي ادي مطرح العصير والفق اهي. الفانيلا لسه ناشعه ما نشفتش. صدقتي وامنتي ولا لسه عايزه برهان تاني؟ خلاص بقى يا بابا. لا خلاص لسه حسبت لها اكتر. بعدت اجيب البنت اللي جابت لها القميص والغيار. ما قلنا خلاص بقى ملوش لزوم. دلوقتي ملوش لزوم؟ لا ليه لزوم ونص يا محاسن. ليه لزوم ونص؟ عشان ما تكونيش في قلبك وتخزنيه للعمر كله. يهو. ايه اللي يهو؟ ما هو لو كنت صبرت انا كنت شرحت لك كل حاجه. انما الجنينه طلعت وصوتك بقى قد كده اهو. ما بقتش عارف اقول تلت التلاته كام. الانسه عائشه وصلت يا فندم. اه تعالي يا عائشه. تعالي يا بنتي ما تخافيش. حضرتك عايزني حاجه يا فندم؟ انت جبتي لي ايه اول امبارح؟ قميصه فرنجي. وجبتي لي ايه كمان؟ وغيار جديد. متشكر. اتفضلي دلوقتي يا عائشة. يعني الحق عليا ان انا بغير عليك؟ نعم بتغيري عليا. مش قوي كده يا محاسن. مش قوي كده. ها بلاش الغيره اللي تودي في داهيه دي. تكبرتي بنت الصغيره. خلي الحاجات دي للاولاد الصغيرين. ولو برضه هفضل وراك ومش هسيبك ابدا. اوعى تفتكر ان انا هغمض عيني عن حركاتك اياها دي. صح صح معايا امال. خلاص بقى يا ماما صافي يا لبن. على فكره يا بابا جلال كلمني النهارده وقال ان الموبيليا وصلت وبيقول ان ذوقها هيجنن. اها عجبته؟ جدا. وربنا يخليكوا ليا يا رب. ربنا يخليك ليا يا بابا يا احب بابا في الدنيا دي. على فكره انت دفعت حق الموبيليا ازاي مع ان الشيك بتاع المهر لسه معايا؟ اه فكرتيني. هاتيه عشان اديه لصاحبه. ده ودار بذمتك انت ما دفعتش الفلوس؟ هخبي من وراكي 30,000 جنيه في جيوبي يا محاسن. في جيوبي. ما تشوفي امك بتقول ايه. ده كلام برضو يا ماما. ده كلام. اديله الشيك بقى. حاضر اتفضل. اوعي يكون جلال عارف حاجه عن الزعله دي. عارف ايه؟ هي دي حاجات تتقال. ماما يلا بقى قومي صالحي بابا. يلا بوسي راسه. بس كده؟ هو انا ليا حد غيره؟ ايه ده؟ راح افندي. هصالحك. راح افندي. خلاص يا بابا بقى. ابعدي يا محاسن. ابعدي يا محاسن. مش هصالحك. ابعدي يا محاسن. بابا ايه ده؟ انتوا هنا وانا ما اعرفش؟ كانوا لسه بيسالوا عليكي عشان يشوفوكي. اهلا يا مدام انجي. احنا قلنا بقى نجيلك برجلين مدام انتي لا سائله فينا ولا بتيجي تزورينا. وحشتينا. الله مش كنت تقولوا انكم جايين عشان افرش الارض ورد؟ كفايه جمايلك علينا يا حبيبتي. الظاهر يا انجي اجتماع النهارده هيتاجل لبعد الظهر لانهم مصممين ياخدوني معاهم الفيلا عشان اتفرج عليها بعد ما اتفرشت. وماله اجي معاكم على الاقل اتفرج عليها. اهلا بيكي. ده انتي تنوري الدنيا كلها. على فكره يا محاسن الفيلا اتفرشت بزق انجي. تبقى اكيد حلوه. يا سلام ربنا يقدرنا ونرد خدماتك دي ومجوازك. ميرسي. الناس اشبه زمن واحنا في اخر زمن.